والتحديات الجميلة بهذه اللقطات الرائعة والشوط التاسع الذي تعلن انطلاقته كذلك، تعلن انطلاقته عن الابكار المحليات اللي جايه بشعارات اصحاب السمو الشيوخ مع الاخوه المضمرين وعمالقه التضمير الذين يلتقون في ميدان المرموم يتنافسون على تحقيق الفوز وناموس. الشوط انطلق والامال انطلقت مع المضمرين انهم يحققون نقطه في هذا المساء في هذا الشوط. التوفيق نطلبه لجميع المشاركين من الله سبحانه وتعالى. نسير مع المركز الاول، بنت صوغان تسيطر على مقدمه الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي، قوده في التضمير. الشاهينيه تاتي في المركز الثاني، تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ظافر بن هادي الحبابي يتولى عملية تضميرها في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز. شوف الأداء وشوف الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة. تتدخل هملولة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميرها، وهناك التواصل مشاهدينا متابعينا الكرام. نشوف المركز الرابع، ناخذ الرابع، أخذنا الثلاث المراكز ونشوف الرابع. هناك سرابة ولا بنشوف المركز الرابع. هذه فزعة من هجن الرياسي بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي على رابع المراكز. أما المركز الخامس الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميرها. الشاهينية لسمو الشيخ حميد بن خالد النعيمي. أوصل بو راشد صالح بن راشد العويسي على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل مع هذه التحديات. يا سلام يا سلام، هذه الخمس المراكز الأولى والانطلاقات الرائعة والتحديات الجميلة الذي تحمل هذه الأسماء في ميدان المرموم، وهذه الانطلاقات المسائية مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ مع اللقايا. شوف الكادر العلوي، شوفوا الكادر السفلي كذلك الذين يحملون هذه الأسماء وهذه الشعارات بمتابعة رائعة ودقيقة على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول وبنت صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، ومسري بن سالم بالعرطي يقوده في التضمير. ابو حمد مع هذا الانطلاق الذي قاد لنا مسار سراب في هذا المساء بتحقيق الفوز والناموس، بينما المركز الثاني هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. احمد بن سلطان بن رشيد الخطير الذي قدم هملوله واصله فزعه من الجانب الاخر من هجن الرياسه بقياده احد شبابنا حمد بن احمد بن مايد الخيالي. وهناك الشاهينيه تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وياتي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي الذي يقدم هذه النوعيه وهذه الاندفاعات الجميله والانطلاقات الرائعه. يا سلام، شوف المسار وشوف الرقص في المرموم دائما جميل. وحضر لتحفه ميادين السباق، حضر لتحفه ميادين السباق. يا سلام في هذا المساء وفي هذه التحديات الجميله. بنت صوغان لا زالت بالمقدمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطي يقود التضمير، ولكن هني التغيير. هملوله على المركز الاول، هملوله في الكادر العلوي تقدمت بهذا الشعار، شعار لون البحار ولون السماء، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الذي ياتي دائما على ظهور الاصايل بالانجازات. وياتي الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي الذي يقدم هذه النوعيه الجميله وهذا الانطلاق الرائع على المقدمه وعلى المركز الاول، ولكن المحاولات وارده. اشوف هناك ابو حمد مسري مقدم بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد. مسري بن سالم بالعرطي والشعار الاحمر، شعار هجن الرياسه على ظهر فزعه، وحمد بن احمد بن مايد الخيالي. ولكن الدخول هناك الهده لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. عبيد بن شينان المري الذي يتولى عمليه التضمير في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والشيق على ارضيه هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، شوف هذا التجمع، شوف التجمع الامتار الاخيره. يعني هنا التكتيك والاوامر، هي الاوامر والمسايره مثل ما يقولون المحللين، المسايره والمتابعه هنا لها دور. لما تكون الهجم متكاربه في الامتار
المدار الأخيرة المضمر يفكر ويحسب حساباته، يحسب حساباته للخمسين متر الأخيرة وأقل عن ذلك. يا سلام، هملولة على المركز الأول، هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها، لكن دخول الشعار الأحمر دخول رائع وممتاز، فزعة من هجن الرياسة حمد بن أحمد بن مايد الخيل. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك كذلك في هذا التواصل الجميل حشيمة، حشيمة من هجن الرياسة، وياتي البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على المركز الثالث، تدخلت سرابة بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق، ودخول هناك في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، الشاهينية لاسمه الشيخ حميد بن خالد النعيمي مع صالح بن راشد العويسي، تدخلت على المركز الخامس في دخولها الممتاز، وهناك أيضا أسماء عديدة وبدت التجمعات كبيرة، ولكن خط النهاية هو الذي سوف يبين لنا من صاحب الناموس في هذا التجمع وهذا الأداء الجميل. خلاص جولة الأوامر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة، حرك حرك يا محرك، حرك حرك في الأمتار الأخيرة. خلاص هناك غيرت مشاهدينا العزل، هي حشيمة، حشيمة هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن غيرت سرابة كذلك، انتزعت ناموس هذا الشوط بهذا الشوط المثير والحماسي والجميل من هجن العاصفة سرابة. الواثق 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 مع هذا الانطلاق، يا سلام يا سلام، ومع العاصفة وهجنها يبدأ السباق وينتهي دائما في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز سرابة بالمركز الأول. يا سلام يا سلام، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة، الوصول في الأمتار الأخيرة من الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، ولكن خلاص سرابة، سرابة انفردت بالمركز الأول، أعلنت أعلنت الفوز والانفراد. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا على فوز سرابة وأداها الجميل وانطلاقها الرائع في الأمتار الأخيرة بعد التمكن من هذا الكم الهائل من المشاركات وانفرادها في الأمتار الأخيرة وأداها الجميل. تهانينا كذلك، تحياتنا للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز وناموس المستحق لحظات الوصول إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني من هجر الرياسة والمركز الثالث لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والمركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ حميد بن خالد النعيمي. نعود إلى التوقيت الزمني في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل الذي حمل لنا الأثار، والله هذا الشوط حمل لنا أداء جميل وتنافس رائع في هذا الاندفاع والانطلاق. هذه سرابة حققت توقيت زمني مشاهدين العزاء مقداره 7 دقائق و46 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة هجنها، تهانينا للواثق، بينما نشوف المركز الثاني من وصلت حشيمة في المركز الثاني من هجن الرياسة توقيتها الزمني 7 دقائق و48 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث مشاهد الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني توقيتها الزمني 7 دقائق 48 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. سالم بالعامر المدهوشي قادها في التضمير، هكذا تهانينا.